كل يوم كنقول لكم غادي نضحك لكم الضحك ديال الكره اللي غادي تكون مضحكه جدا، فيها مطاريف وحكايات. هنبداو بعد قليل فهاد المباراه. سندخلوا مالدينيو الى فريق توشاك، وتوشاك هيلعب وبرازيليان غادي يلعب معاهم، وسيبر ديفينشي ده هو وخا هو الرسام غادي يجي معاهم، الا ميسي رونالدينيو اللي غادي يكونوا في الامام في منطقه الامام، ورونالدو في منطقه الهجوم الدفاعي. ها هو غنبداو المباراة بعد قليل، انتظرونا على حول الله. غادي نغفلي شوية، نقربوا على خطة جويلة باش تكون مضحكة جدا للعالم كامل، العالم باللغة الدارجية، باش تكون من مناطق التاريخ. هنبداو في الدقيقة 50. هو بدا توشاك يهاجم باللعب دي. توشاك تحرش من رجلو، كان غادي ماركي وهو يفلت ويطيح على راسو. في الاخير بدلوه برونالدينيو، رونالدينيو دابا لاني خسار. هاي ماركي نيمار يا العوج، كنت تصيب لي الكره وكنت ماركيت، وانت سيبتي على منطقه الدفاع الهجومي. هذه هي كانت اللعبه الحقيقيه، اللعبه اللي كانت فيها هجوم ودفاع ورميه حره كثيره. دابا ميسي يتيها نيمار، رونالدينيو في منطقه الدفاع الهجومي، رشايله من الحكم، برافو برافو، يمررها نحو رونالدو. رونالدو راس الحربه في فريقه. هاو ميسي ميسي ميسي، لا لا كنا نعتاد ان ميسي انه سيسجل ضيع الكره. هنبداو في الدقيقه 50 الشوط الثاني اللي يكون فيه مغامره كبيره بزاف، اللي غادي تكون فيها اشواط، ونخليو الفريق يرتاح. بدا الفريق باللعب من برازيليان، من فريق برازيلي برازيلي، وكيبكي على رونالدينيو باش يلعب. في الاخر خلاه وحشمان لحقاش معاه، طلوش فلوس دابا ما خلصوها. دابا غادي نبداو المباراه، حول المباراه بحول الله غادي تكون سدا بنيمار. نيمار اللي غادي نيمار غادي تيار رونالدينيو كيهاجم واحد من الفريق ديالو بلا خوف وبشجاعه كبيره. ها هو ميسي في منطقه الدفاع، في منطقه منتصف المرمى، يسجل رونالدو. جول كان خير من المتوقع، كان رونالدو كيبيع في رأس الحربة، وأتى ليسجل هدف كان غير من المتوقعات. هذا قتيلة الضحك والله، كنا لاعبين في آخر الشوط والله، لعبنا في البرازيليان وديما في قلبنا. انتهى الشوط الثالث. أحوال ما قونا المباراة الفريق البرازيلي، ان شاء الله غادي نربحو مزيان، وغادي نكون في حسن الظن ديال المهاجمين والمدافعين في كل الملعب من طنجة الكبيرة ولا من اسبانيا لباريس، وديما حنايا في حاضرين في المرمى، وغادي نسجلو 10 ديال النقاط ان شاء الله. منطقة الدفاع رجعو قبل مباراة البرازيل، كان ضعاف داك الفريق. في الاخير كنا غادي نماركي، وحنا واخا ما وصلناش الهدف وحنا كنا قرابين بزاف، حنا في المرتبه الرابعه ماشي مشكل، نقدروا لاقصى درجه. حنا عندنا نقطه وحده وما عندهم 66 نقطه، نقدروا نوصلوا لهم فيها بحول الله، نوصلوا لهم 66 نقطه. باقي جوج دورات نقدروا نوصلوا للامام، نوليو نحصلوا على 150 نقطه، ونكونوا في العالم وفي الصداره. البرازيل قبل المباراة، محال حنا غادي نخسر والو بزيرو في المية، حنا والو ما مكناش مستعدين، اللاعبين ناقصين، الكامبو معرس مخرمس فيه الماء، فيه القادوس مقطع بثقوب، فيه شي ديفو. جيبنا البلومبي ما جبرنا حتى حاجة، دابا خصنا نلعبو في الزنقة وفي الحومة ديالنا غير بشي كلا. وبعد المباراة ربحنا، واخا ما عندناش تشين ثلاث مادنا لا كوداس لا والو، ربحنا وكامبو معرس مخرمس فيها تقبه في الملعب. جبنا بلومبي وما خدمش، وحنا كنا كنلعبو في شوارع مكسيكو، كنا لاعبين شوارع مكسيكو، وجبنا الرايه المكسيكيه نحو مكسيكو، نحو ريال، نحو بارسا، نحو جميع الاجانب والمغرب، حتى هو المغرب والفرق في العالم فرحوا بينا لاننا دينا كاس العالم في دوره واحده. كان كيسحاولو غادي يغلبونا في الاخر، حنا طحنا عليهم غير بالعصا. في هذه الحاله كانت الغلبه للخاسرين وللمضطرين الى الظلم والغتاشه، اما الذين كانوا يفتخرون
فمشوا فيها ومشوا باكين وكلوا كلاو الخبز والحريرة. والله يهنيهم في مستقبل دريع ان شاء الله، يكون فيه مباريات جميلة ماشي بحال هادو اللي مركوا عليه 10-0. احنا ما كناش شايفين والو، كنا علينا نعسو، احنا نحن المذيعين من المريخيين كنا ناسين، ما كناش صايخين بالخبار. في الاخير جبرنا ماركين 10 وحنا حاضرين سحبنا 1-0، في الاخر كانت 10-0 هزيمة. غادي تخرجوا من الكوب تافريكا ولا الكوب المغرب ولا الكوب ديال المريخ، خرجتهم فرشاتهم تاتلهم السوداني ان شاء الله. هادي السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قلنا لكم هنضحككم وفي حول الله ضحكناكم. اذا ما تنساوش الجيمات والكومونتير وان شاء الله نحصلوا على 1,000,000 مشاهد باش نديكم الجديد، نوفر لكم واحد الوقت خاص بالمذيعين الاخباريين بحالكم. كنت كنبغي بزاف ديال التالق باللي راه ما كانش عندنا الوقت اننا نسجلوا فيديوهات بحال هذه ونشروها في اليوتيوب اللي غادي تكون في احوال البطوله الافريقيه ولا الاسبانيه ولا العالميه جدا. ما كانش عندنا الوقت اننا نسجلوا هذه ونتوصلوا لجميع الرسائل ديالكم اللي نشرتوها على اليوتيوب والمواقع الاخرى. فلهذا حنا سجلنا فيديو باش نحكوكم بهادشي اللي كيوقع في المنتخب او في فرانسوا او في باريس سان جيرمان. بزاف ديال الفرق كتكون بحال بارسا ريال مدريد كتكون منحبطه وهابط المستوى ديالها، في الاخير كتجي هي الاولانيه وكتربح بطوله كاس الدار المغربي. لجت مع المغرب ماركات له هذاك النهار 10، ماركات له 10-0 وكن كانوا المغاربه كيقولوا غادي نماركيو 10-0 ضد بارسا ونحشموهم. في الاخير بارسا كانت كتقول نحنا ما قدروش نغلبوا المنتخب كبير بحال هذا. في الاخير اللي كان منحبط وما عندوش الامكانيات هو اللي ربح. ولا اللقاء